خلونا نذهب سريعا كده نشوف الوضع في امريكا ايه. معانا على الهاتف زميلنا عاطف عبد اللطيف مراسل جريده الاخبار في الولايات المتحده. استاذ عاطف مساء الخير. استاذ عاطف سامعني؟ سامعك يا فندم. قول لي كده، اولا بسلم عليك وبطمن على احوالك، الدنيا عندك عامله ايه؟ تمام الحمد لله بخير يا فندم. طيب ايه اخر تطورات الصحيه والمجتمعيه عندك في امريكا؟ والله يا فندم امريكا دلوقتي يعني في معظم الولايات يعني بتستعد لاسوأ اسبوع يمكن في فتره الفيروس بشكل عام. تقريبا خلال ال 14 يوم الجايين هنشهد ارتفاع شديد جدا في عدد الوفيات وعدد الحالات. زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت، مش التحدي اللي قدامنا عدد الحالات، التحدي الكبير اللي هو بيزداد كل يوم عن الثاني هو نقص المستلزمات الطبيه بشكل كبير جدا. بدا يؤرق الحكومه الفدراليه وبدا يحط ضغط على الولايات لدرجه ان بدا في يعني بوادر انقسام بين الحكومه الفدراليه من جانب والحكام الولايات من جانب اخر. يعني الانقسام بيدور محوره حوالين ان الحكومه الفدراليه مش قادره تلبي احتياجات الولايات من المستلزمات الطبيه الضروريه وعلى راسها طبعا اجهزه التنفس الصناعي والكمامات، لدرجه ان جه جاري كوشنر سير الرئيس الامريكي ومستشاره ابلغ ان الاحتياط الفدرالي من المستلزمات الطبيه كلها المفروض ان هو يكون جزء تكميلي للولايات وليس جزء اساسي، وبالتالي طالب حكام الولايات بشكل فردي وبشكل شخصي ان كل حاكم ولايه يكون مسؤول بشكل اساسي عن تلبيه احتياجات الولايه من المستلزمات الطبيه. طبعا ده اثار تساؤلات كثيره جدا حوالين العلاقه بين الحكومه الفدراليه وحكام الولايات، لكن بشكل بسيط جدا التحدي بيزداد كل يوم عن الثاني، مش في عدد الحالات لكن في النقص الشديد جدا واللي بيزداد كل يوم عن الثاني في المستلزمات الطبية أهمها طبعا أجهزة التنفس الصناعي. طيب على الجانب الميداني لا طب يعني ده من ناحية كفاءة الجهاز الطبي كي يستقبل أو يستوعب هذه الحالات اللي بتتزايد زي ما احنا شايفين عندكم في أمريكا بشكل كبير جدا، يمكن يعني هي الأولى أو الثانية دايما، يا إما هي الأولى يا إما هي الثانية. كلمني بقى عن الحالة اليومية، هل في حظر مستمر في النزول ولا مفيش؟ طب احب اوضح حاجه مهمه جدا. على مستوى الولايات كلها مفهوم الحظر عندنا مختلف شويه عن مفهوم الحظر ممكن في مصر او ليس بقرار يعني احنا ما عندناش حظر بالظبط، او ما عندناش حظر اللي هو ممنوع النزول، لا عندنا حاجه اسمها البقاء في البيت، اوامر البقاء في البيت، البقاء في البيت اوامر بالبقاء في البيت يعني بالظبط لكل الولايات. يعني هي بدات طبعا بعدد من الولايات ودلوقتي انتشرت في جميع الولايات البقاء في البيت، بس ده لا يعني ان انت ما ينفعش تنزل، لكن احنا بنلتزم بحاجه شويه مختلفه، حاجه اسمها البعد الاجتماعي او المسافه الاجتماعيه، ان اي شخص ينزل يجب عليه بالامر ان هو يبقى في مسافه بينه وبين اي شخص ثاني 2 متر، 2 متر من الاربع جهات. يعني ايه بالامر؟ من اليمين ومن الشمال. يعني ايه بالامر؟ يعني لو حضرتك مثلا قربت عن عمد بشخص اخر وتبين ان حضرتك عندك فيروس كورونا، لا ممكن الحكومه هنا تيجي وتاخدك وتسالك انت ليه عملت كده، ولو تبين ان انت عملت ده عن طريق العمد ممكن في الحاله دي تدخل يعني يتم التجوال بقى وتتحول لموضوع ثاني خالص. طيب يبقى الموضوع عادي، يبقى الموضوع انا نازل للسوبر ماركت، نازل الصيدليه، نازل اروح شغلي، كل ده موجود لسه؟ ده امر مهم جدا. هو ده موجود، لكن بالنسبه للشغل ما عندكش مشكله خالص، لكن بالنسبه للسوبر ماركت او بالنسبه لبعض الجهات اللي فاتحه بدات كل ولايه تضع قيود وتدي تعليمات لمتاجر التجزئه بان هم يحطوا تعليمات معينه للاشخاص. دلوقتي انا شخصيا لما باجي انزل في الولايه اللي انا فيها عشان انزل اشتري مثلا بعض مستلزمات البيت بيبقى في طابور المسافه اللي بيني وبين اللي قدامي حوالي 2 متر، عدد الاشخاص اللي بيدخلوا السوبر ماركت بتوقيت معين محدد، يعني مثلا كل ساعه بيبقى في مثلا 20 او 30 او 40 فرد. هم حاسبين مساحه السوبر ماركت كله او مساحه متجر التجزئه كله، بيقولوا طبقا للمسافه الاجتماعيه المتجر ده لا يستوعب اكثر من 20 طب ايه اللي فاتح وايه اللي مش فاتح يا عاطف؟ يعني محلات مثلا كل متاجر التجزئه كل متاجر التجزئه فاتحه، ما فيش حاجه فيهم قفلت خالص. يعني ابل ستور فاتحه مثلا، ابل ستور ومحلاتها فاتحه دلوقتي؟ لا ابل ستور مش فاتحه يا فندم. كل بقى الحاجات الكبيره دي قفلت تماما، كل الحاجات الكبيرة دي قفلت تماما بالفعل كده. على الأقل 95% من المطاعم قفلت. المطاعم اللي فاتحة حتى دلوقتي بتكون يا إما تيك أواي يا إما اللي هي بتعمل عملية دليفري. طيب
حتى برضو اتفضل. ايه النشاطات اللي يعني ايه مثلا زمايلك جيرانك ايه النشاطات اللي وقفت؟ يعني واحد مثلا كان شغال في مصنع، واحد سواق تاكسي، واحد كان معتاد دايما ان هو يبيع في المطاعم في نيويورك اللي احنا بنشوفها في الشوارع، هل الكلام ده لسه موجود؟ طبعا اشكرك على السؤال ده. لا الكلام ده ما بقاش موجود للاسف، ان معظم الانشطه اليوميه اللي احنا كنا بنشهدها متوقفه شبه تماما، يعني في شبه شلل في جميع القطاعات الاقتصاديه. يعني على سبيل المثال عدد التاكسيات اللي موجوده في الشوارع قل على الاقل بنسبه 90% في معظم الشوارع الرئيسيه، وفي الشوارع العاديه يعني تقريبا بقت شبه مش موجوده. مثلا شركات او خدمات زي خدمات اوبر وما شابه اوبر يعني عندنا برضه تقريبا توقفت على الاقل نسبه الاشغال فيها بقى 10%، وما بقاش في الافيلابيلتي بالنسبه للناس اللي هم موجودين في بعض القرى اللي هي بعيده عن مركز المدينه. حتى سؤال على جنب كده عاطف معلش، عشان هم اصحابنا كلنا، العربيات بتاعت الاكل اللي كانت في نيويورك كلها بتاع المصريين دي كلها اتشالت؟ مش كلها اتشالت، هي اصلا العربيات دي ما بتتشالش من مكانها، هي مكانها لكن مقفوله. مش شغاله. يعني العربيات دي هي مكانها زي ما حضرتك عارف العربيات دي متحركه. يعني مثلا لا بيفتحوا الصبح ساعتين ولا بتاع، لا وقفوا تماما. لا وقفوا تماما، لكن خليني اقول لحضرتك برضه ان في بعض يعني في بعض المطاعم وفي بعض العربيات في اماكن معينه فاتحه بقيود وبشروط بناء على كل ولايه. انا طبعا حضرتك عارف ان كل ولايه ليها القيود والاجراءات الخاصه بتاعتها، ما فيش اجراءات فدراليه. طيب. وحتى الان يعني لم يصدر اجراء فدرالي بحيث ان هو البعد الاجتماعي. الناس بتشوف خطابات الرئيس الامريكي ازاي؟ يعني هو كل يوم يطلع يا اما معاه حاجه عايز يوريها لنا او دواء، وكلمه دواء عنده دي دايما سريع فيها، يعني الشعب الامريكي بيتلقى خطابات الرئيس ازاي؟ الشعب الامريكي بيتلقى خطابات الرئيس بناء على يعني قسمين او بينقسم لقسمين، زي ما حضرتك عارف عندنا الجمهوريين وعندنا الديمقراطيين. الشعب الامريكي بيشوف خطاب الرئيس بناء على القناه الاعلاميه اللي هو بيشوف الخطاب فيها، لو كنت حضرتك بتتفرج على سي ان ان وهي قناه تابعه للديمقراطيين فبتشوف الرئيس وبتشوف تعليقات الرئيس بشكل مختلف تماما عن لو كنت بتتفرج على نفس الخطاب في فوكس نيوز. خليني اوضح الجزئيه دي لان ممكن تكون برضه مهمه شويه. بالنسبه للوعود اللي بيقولها الرئيس او المعلومات اللي بيقولها الرئيس هي بتفند بشكل كبير جدا من الاعلام الديمقراطي، يعني الرئيس بيقول ان احنا المفروض يا جماعه كلنا ناخد الهايدروكسي كلوروكوين، ده اللي هو العلاج الوظيفي للملاريا، لم يتم يعني اثبات فعاليته في علاج فيروس كورونا، فالرئيس بيقول لا ناخده، ولو ما كانش فيه نتيجه ايجابيه فمش هنخسر حاجه، الناس كده كده بتموت، فناخده، لو الناس عاشت يبقى تمام عملنا عمل عظيم، لو الناس ماتت ما هم كده كده كانوا هيموتوا. فده لو حضرتك بتتفرج على القناه يعني ديمقراطيه زي سي ان ان فبيقول لك لا يعني ما نخاطرش في حياه الناس. قناه زي فوكس نيوز والمحللين اللي موجودين فيها بيشرحوا للشعب الامريكي لا يا جماعه احنا المفروض نتابع كده لان احنا عايزين بقدر المستطاع نجرب كل الحلول اللي موجوده قدامنا، احنا عندنا عدد وفيات متزايد فمش هنخسر حاجه لو جربنا علاج زي ده، ده فيما يتعلق بالعلاج. فيما يتعلق بالوعود اللي ممكن الرئيس يعني يديها، لا قبل الوعود في فتوى كمان طبيه انه هيعملوا تحاليل معينه لو ثبت ان نسبه المناعه في جسم اي مواطن بتتخطى درجه معينه يسمحوا له ان هو ينزل. برضو اشكرك على الحته دي، بس احنا عندنا طبعا البروفيسور انتوني فاوتي ده مدير المعهد الوطني للحساسيه والامراض المعديه، ولو حضرتك بتتابع المؤتمرات الصحفيه للرئيس بيبقى دايما موجود جنبه، هو ده يعتبر المتحدث الرئيسي دلوقتي في الازمه. هو قال ان ده حتى الان يعني مش موثوق منه، ما زالت الدراسه يعني والمناقشات فيه، وقال ان ممكن في خلال يعني من ثلاث ايام او اسبوع يتم البث في الامر ده اذا كنا هنعمل ده او لا، لان حته المناعه ممكن تتغير بشكل او باخر. صح. يعني ممكن المناعه بالنسبه لحضرتك تختلف في استجابتها للفيروس، ممكن تبقى المناعه قويه لكن ما تستجبش للفيروس، ده كان تحليله. طيب الناس اجتماعيا بقى، يعني هل مثلا الحكومة قدمت إعانة بطالة؟ هل تم صرف إعانات معينة لبعض الشرائح الوظيفية؟ الشركات الخاصة هل بدأت تستغنى عن الناس؟ الحقيقة طبعا يا فندم، أنا حابب أقول إن الأمر هنا بيزداد سوء، لكن تدخل الحكومة الفيدرالية هنا كان أكبر مما احنا توقعنا الحقيقة. بالنسبة لتسريح العمالة بالفعل خلال الأسبوعين اللي فاتوا بالتحديد تم تسريح 10 مليون عامل، او بالاحرى خلينا اقولها بشكل ثاني ان في 10 مليون عامل قدموا على اعانات بطاله خلال الاسبوعين اللي فاتوا، متوقعين ان العدد ده ممكن يوصل لحوالي 16 او 17 مليون في نهايه الاسبوع الحالي،
بالنسبه لمساعدات او تدخل الحكومه الفدراليه، بالفعل تم اقرار حزمه كبيره جدا من المساعدات بتصل 2 تريليون دولار، دي وقع عليها الرئيس يوم الجمعه الماضيه. الحزمه طبعا فيها اجزاء كبيره جدا لمساعده الاقتصاد، لكن فيما يتعلق العماله المؤقته او حتى العماله اللي كانت شغاله وتم تسريحها، تم توفير او تخصيص 1200 دولار لكل عامل او لكل مواطن، نقدر نقول دخل السنوي لا يزيد عن 75000 دولار. عاطف أي مواطن. تمام، الحكومه بتقول لكم اللي يجي له اعراض كورونا يفضل في البيت ولا يروح المستشفى؟ لا، يبقى في البيت. ده كمان بتحث جميع المواطنين على ان انت ما تروحش توجد الاختبار الا لو جالك الاعراض واعراض متزايده، يعني لو جاتك السخونيه مش من اول ما تجيلك السخونيه تروح تجري الاختبار، لا، لو انت حسيت ان السخونيه موجوده عندك او الكحه بتتزايد في خلال يوم او اثنين وحسيت ان حالتك بتتدهور، يبقى في الحاله دي لازم تروح تجري الاختبار. وحتى لما بتجري الاختبار ويتم اثبات ان انت عندك الفيروس، في جميع الاحوال بياخدوا الناس اللي عندهم الفيروس، لان هو بيقول لك انت جيلنا في الحاله المتاخره جدا. لا يعني انا رحت، خليك ماشي معايا، انا رحت وطلع ايجابي، لازم ممكن ارجع البيت ولا هو هياخدني في مستشفى العز بالقوه؟ لا ده خالص، ده هو بيقول لك اتفضل روح البيت، خليك في البيت وانت عندك كورونا، روح البيت. خليك البيت وانت عندك كورونا، التزم حضرتك بالحجر الصحي الخاص بيك، ما تقربش من اولادك، ما تقربش من اسرتك. لو حسيت ان الاعراض بتاعتك بتزداد، يبقى في الحاله دي لازم تتصل بالطبيب الخاص بتاعك، والطبيب هو الوحيد اللي يقدر يقول لك تروح المستشفى ولا لا. لو ما خدتش اذن من الطبيب او نصيحه يعني من الطبيب انت تروح، تبقى في البيت. خليني اقول برضه حاجه مهمه جدا هنا بصراحه. طب هل في بروتوكول علاج مشهور بيقولوا للناس اللي عندهم كورونا؟ يعني ايه بروتوكول علاج مشهور؟ يعني دواء معين يعني؟ لا، هو ما عندناش دواء معين، هو بالفعل تم اخذ دلوقتي الهيدروكسيكلوروكوين زي ما قلت لحضرتك، ده العلاج بتاع الملاريا، وده دلوقتي بدات فعلا في مستشفيات تديه للمرضى وبيجيب نتيجه ايجابيه مع بعض المرضى. لكن ما فيش علاج يعني تم الاتفاق عليه بشكل فدرالي على جميع الولايات ان هو علاج يصلح لعلاج فيروس كورونا. تمام. زميلنا عاطف عبد اللطيف مراسل الاخبار في نيويورك، بشكرك شكرا جزيلا، دايما بتفيدنا بمعلوماتك.